يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أتخذ لي من أهل الصلاح والتقوى خليلا وأنا أقول إن فلانا خليلي؟ نعم. يقول هل يجوز أن أتخذ من أهل الصلاح والتقوى خليلا؟ نعم، هذا ما يجوز لخليل الله، أما الناس فيما بينهم ما في مانع، لكن خليل الله هذا ما حصل إلا لمحمد وإبراهيم عليهم السلام. خليل الله لا يجوز أن يتخذ خليلا، أما أنك خليل لمحمد ولا علي ما خالف، كل اللي بالمسجد خلهم أخلى لك ما خالف. نعم، وليس ما هذا شركا. نعم.